تسجلت تداولات البيتكوين على مستوى لها منذ 12 من يونيو الماضي عند مستوى 69480 دولار في وقت سابق بالأمس، قبل أن تتراجع قليلا عند 68352 دولار، وارتفعت مكاسب أكبر عملة مشفرة على الإطلاق بأكثر من 6% في الأيام السبع الأخيرة، فيما اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ما يقرب 2.4 مليار دولار الأسبوع الماضي. أما عن أسعار اليوم، نجد البيتكوين يتداول حتى هذه اللحظة عند مستويات 67595 دولارا، وهو تراجع عن الأمس بنسبة 20% تقريبا. الإثيريوم كذلك سلك طريق البيتكوين نظيرتها البيتكوين لترتفع لأعلى مستوياتها في شهرين عند مستوى 2775 دولارا، قبل أن تصحح وتتراجع لمستويات 2650 دولارا، وهي تتداول الآن مستويات الإثيريوم عند 2650 دولارا تحديدا كما أشرنا مشاهدينا، بتراجع بلغت نسبته 1% تقريبا. أما الريبل فقد غرد خارج السرب عن نظرائه البيتكوين والإثيريوم، فقد شهد الريبل ارتفاعا بنسبة 20% تقريبا حتى اللحظة، وعند مستوى 54 سنتا للريبل.